مرحبا بكم في منصة تعليم الإلكترونية. تم تصميم نظامنا لنقل المعرفة بشكل سلس وسريع، يتبنى البيئة التعليمية الإلكترونية لتحقيق أهداف مؤسستك وزيادة مهارات القوى العاملة من خلال البرامج التدريبية المميزة. تم تنسيق مكتبة تعليم التدريبية المتكاملة لتتناسب مع احتياجات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، لتتوافق مع سياسات احتياجات التوطين ورفع مستوى القوى العاملة المقيمة. نرحب بكم في دورتنا التدريبية الإلكترونية بناء فرق العمل الفعالة. تتميز فرق العمل الفعالة بالإنتاجية وسرعة اتخاذ القرارات وعدم إضاعة الوقت في المشكلات وتركيز الجهود والبعد عن الصراعات، مما يساعد المؤسسة على النجاح وإيجاد ميزة تنافسية لها. لذلك من المهم، سواء كنت قائد فريق أو عضو به، فهم ديناميكيات العمل بالفريق ومراحل تطوره، وفهم تأثير الشخصيات المختلفة المكونة للفريق على مستوى أدائه، ومعرفة كيفية حل المشكلات والنزاعات واتخاذ القرارات والتغلب على التحديات في إطار الفريق لزيادة كفاءته وفاعليته وقيادته إلى تحقيق الهدف من تكوينه. يساعد هذا البرنامج التدريبي التفاعلي على رفع فاعلية الفريق من خلال فهم ودراسة أنواع الفرق ومراحل تطورها وكيفية بنائها بشكل متوازن، وتطويرها وقيادتها خلال مراحل العمل وتقييم أدائها، كما يزودك بالمهارات والأدوات والأساليب التي تساعدك على رفع الكفاءة والفاعلية لفريق العمل الخاص بك وزيادة ترابطه للوصول إلى تحقيق أهدافه التي تكون من أجلها. أهداف الدورة التدريبية: عند انتهاء الدورة يتمكن الحاضرون من الآتي: فهم الهدف من تكوين فريق العمل وأنواع الفرق المختلفة وديناميكيات فرق العمل، معرفة خصائص وكيفية بناء فرق العمل الفعالة، دراسة المراحل التي يمر بها فريق العمل بناء على نموذج تاكمان، تطبيق مهارات حل المشكلات والنزاعات والتواصل لرفع فاعلية فريق العمل، فهم أهمية الذكاء العاطفي في قيادة فريق العمل وأثر الشخصيات المختلفة في تكوين فريق العمل على أدائه، بناء فريق عمل متوازن بناء على أنواع الشخصيات والأدوار المطلوبة، تحديد وتطبيق أسلوب القيادة المناسب للفريق، تطبيق أدوات ومهارات فاعلة لزيادة فاعلية الفريق وتحقيق المنافع المرجوة من مبادرات التغيير والتأكد من دمجها ضمن عمليات المؤسسة واستدامة التغيير، معرفة وتطبيق الخمس أساسيات الخاصة ببناء وتطوير فرق العمل الفاعلة. على من يجب الحضور؟ صممت هذه الدورة للمديرين التنفيذيين ومدراء الإدارات والمشرفين والموظفين الذين يطلعون بالقيادة والإدارة أو يعملون في فرق عمل، بالإضافة إلى الذين يرغبون في تنمية مهارات بناء فرق العمل الفاعلة لتحسين النتائج. السيرة الذاتية للمدرب: مهندس أحمد حسين حسن هو مستشار إداري ومحاضر ومدرب في مجالات الإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير المؤسسي وإدارة المشروعات والبرامج ومحافظ المشروعات. تمتد خبرته لأكثر من 22 عاماً عمل فيها في مؤسسات عالمية ومحلية في صناعات مختلفة في العديد من دول العالم. قام أحمد خلال عمله بإدارة العديد من مشروعات وبرامج التغيير التحولي، كما ساعد العديد من الشركات في تأسيس إدارة التغيير المؤسسي ووضع السياسات وأدلة العمليات لها. حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس هندسة تخصص حاسبات، بالإضافة إلى العديد من الشهادات العالمية المعتمدة الخاصة بإدارة المشروعات وإدارة وقيادة التغيير وغيرها. التقييم: تم تصميم دورات تعليم الإلكترونية لتقدم تجربة تدريبية سهلة للمتدربين الحريصين على اكتساب أقصى مستويات المعرفة من خلال وسائل نقل المعرفة عبر الإنترنت، كما تقدم منصة تعليم للمتدربين المحتوى الأمثل والمصحوب بالاختبارات التي تساعد في تسهيل التجربة التعليمية. الشهادات: بعد الانتهاء من الدورة التدريبية يتم الحصول على شهادة إكمال الدورة التدريبية بنجاح. شكراً لاختياركم خدمات منصة تعليم التدريبية.